بتشوفوا اليوم بلبنان منو حامل موبايل. انا بحمل كتاب موبايل بدق مره او مرتين بالنهار او ياكل بهدله او يكون سؤال سخيف. ما فيني لكم اسئله العرب اسخف من هيك ما في. كلهم بدي اشفي لهم بيهم واشفي لهم امهم واشفي لهم الهم واعمل لهم هيك وما حدا بيبعت صدقه. وحده بس من السعوديه. 100 دولار بالشهر على 150 هي واختها واللي بتبعت لي اياهم بحطهم بالكتب. هاي الصدقه من اماطه الاذى الى لا اله الا الله. بعتوا لي ايميل اقدر شارك فيه. عشان هيك يمكن كل الكتب عندي راح تكون بخط ايدي وراح احطها بالكويت. عندي رفيق بالكويت هو ابني بالروح وخيي بالروح. ما حدا قدر هالكذب مثله ابدا. كلهم رح ينزلوا بخط ايدي. عندي كتاب خير جليس. اذا عندي اي فكره بروح بالليل في مطرحهم بيفتح 24 ساعه ومنهم بحاجه عندهم كهرباء عندهم كل شيء. بحكيهم بكون معهم بسميه قرد بقنينه جورج وشربيل وحسين. وفي عنا رفيق طريق رشيد حسن كمان بيشوف عنده جماعه ومنه بحاجه عنده كهرباء عنده الجبل كله لاله. ما كان معه ليره شايفه بقبرص قال له خدني على بيروت على لبنان اشتري هالجبل. هالشيخ عنده مريدين كتير بعتوا مصاري اشترى الجبل. كل الحيوانات عنده اياها قدامك بيطحن وبخميره طبيعيه وتعيش ببساطه في لحمك في سلطان مخفي بتنام على فرشه من قطن على الارض. في غرفه للصلاه بس الصلاه هنيك التواصل ضفتين. شو عم نعمل بغزه يعني؟ اصلا ما في اسرائيل، في فلسطين، في القدس. كلنا متواصلين مع بعضنا، اذا اشتدت عليكم المحن عليكم بالشام وباليمن. نعم. ما في فرق. هاي الخريطه خزقوها. ما في زيح. في مطاري هلا بتروح ممكن بتركيا او محلات اللي هي موجوده فيها اوشو بلا فيزا وبلا مصاري تشتغل بتنظف بباكيت. لو ما معي مصاري عفيك ما تشتغل. الايد الفاضيه ايد شيطان بتحييك بتعمل العاب بتعمل اشياء ثانيه فيك تبيعها وتعيش منها. ما تقعدي مع جوزك لانك عايزتي هو لانه عايزك. تعصوا معكم يعني. هيدي اللي عم فتش عليها هلا بأمة العرب جماعة. إذا مش بلبنان بالأردن بحب كون معك إلاني وتعيش على المن والسلوى. روح على الكتاب صوموا تصحوا. الكتاب موجود. شو الصوم شو الصيام. فإذا كلمة اقرأ نزلت للأمة العربية اقرأ أيها العربي.